قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب أن نسعى نحو أحلامنا وأن نصدق أننا نستطيع تحقيقها. وخلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة سوهاج في إطار استراتيجية تنمية الصعيد، وجه الرئيس السيسي بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية. يعني نحلم ونجري على حلمنا ونصدق ون إيه؟ نصدق إن ممكن يحصل فيه نجاح، مش نقول إيه؟ طب ماشي، يعني تلوين صورة، يعني انتوا واقفين قدامي كده وبتقولوا وانا لا. قبل ما تمشوا الدعم موجود والارقام اللي ما تتخيلوهاش موجودة، وبقول لكم كده يعني كل واحد هيحتاج ايه؟ مثلا 1.2 مليون 3 عشان الكلام اللي بتقولوه يطلع ويبقى فعلا مش بس ينجح كفكرة، لا ينجح كمشروع، ينجح كمشروع. من أول كلام اللي قاله سمويل ومن دايما محمد والزملاء اللي اتكلموا كلهم والزميلات طبعا أو بناتي يعني أو كده اللي اتكلموا كلهم، لا احنا جاهزين. وانتوا واقفين كده قدامي هقول مبدئيا كده اهو الأرقام اللي انتوا بتحلموا، لا مش بتحلموا، ما تحلموش، هتتوفر لهم مش من جيب الحكومة. طب ليه مش من جيب الحكومة؟ لأن أنا مرتب ترتيبات تانية. الحكومة يعني ما تزعلوش، ما تزعلش يا دكتور مصطفى، الدكتور مصطفى والحكومة مطحونة جداً،